السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي تشتغل على شات جي بي تي 4 مجانا من غير ما تدفع فلوس خالص؟ طبعا الموضوع صعب، لان اي موقع هيخليك تشتغل على شات جي بي تي 4 هو هيدفع فلوس، ففي مقابل ايه هيديك الامكانية ديت؟ الصراحة هما موقعين مش موقع واحد، في موقع اسمه بينج وموقع اسمه كو بايلوت، والاتنين تبع مايكروسوفت. مايكروسوفت استثمرت كتير جدا مع اوبن اي اي، فلذلك ليهم الحق الوصول لشات جي بي تي 4. هو بيعمل دعاية للمحرك البحث بتاعه، فدي ميزة قوية بالنسبة له، وكوبايلوت برضه. فمايكروسوفت بتستثمر وانت من حقك ان انت تجرب التكنولوجيا بتاعتهم. طيب يعني مثلا على سبيل المثال مايكروسوفت بينج، هتقول له شات، فهيبدأ يفتح لك ان انت تتكلم مع شات جي بي تي 4. طبعا بيبقى ليك يعني تجارب معينة، وبعد كده تنزل لشات جي بي تي 3.5. ممكن تبدأ محادثة من أول خالص، ممكن تديله صورة هو يبدأ يحللها لك، أو تبدأ تشغل مايك وتبدأ تتكلم من خلال المايك وعندك نقاط. تمام، ففي شوية مزايا حلوة قوي في قلب المايكروسوفت بينج. طيب الحاجة التانية الكوبايلوت اهوت، تمام، برضو نفس الخاصية وكل حاجة، هو بيوصلك على طول بشات جي بي تي 4. تمام، ممكن بعد فترة ينزل بقى لثري عادي، ماشي، لأن هو التكلفة بتاعت الأسئلة والحاجات دي كلها بفلوس، هو واقف عليه بفلوس، ماشي. فالموقعين دول تقدر تجربهم وتقول له مثلا عايزك تقارن بالحاجتين، عايزك تعمل لي صور معينة، عايزك تعمل لي محادثة معينة، زي ما انت عايز. على فكرة المايكروسوفت بينج لو دخلت اهو بيبدأ يجاوب ويديك المصادر ويديك ان انت تنسخ وتقول له انا موافق على الحاجات ديت او لا. طيب على فكرة في برضو خاصية حلوة هنا، ان انت لو جيت هنا في الايمجز الصور بيديك برضو ان انت تقول له عايزك تعمل صورة معينة، ماشي، تيجي هنا عند كرييت كده انت دخلت على ديل اي، يعني انت هتبعت الحاجة هو اوتوماتيك يبدأ يعمل لك الصور. ممكن تختار مثلا صورة عجبتك زي كده، انت شايف بعض الكلام الجميل نتعلم منهم مثلا اهو، بس انا مش عايزها مثلا بير، انا ممكن انا اكون عايزها مثلا كاتس، فهقول له ايمجز واقول له انا عايز كرييت، وتدي له الكلام. انت بتبدا تتعلم، لو انت عندك كلام بالعربي تقدر برضو، يعني من ضمن المزايا ان هنا بيفهم العربي. تمام كاتس، تمام، خلينا نقول له كرييت ونشوف هتحصل ايه. دي حاجات انا كنت اعملها قبل كده، اغلبها متعلق بعصر الاثرات، ما يسمى خطأ بالفراعنة، لكن الاسم صح بيه عصر الأسرات اللي هم 30 أسرة. فظهرت معايا حاجات بالشكل الجميل دوت. تمام، فكده انت شفنا ازاي نستفاد من شات جي بي تي 4 مجاني، ازاي بتقدر تكون صور. فبدل ما كان هو تفكيرنا كله جوجل جوجل جوجل، قدروا ان هم باستثمار بسيط كم مليار كده يعني يخلونا نروح ونعتمد على مايكروسوفت بينج ونعتمد على كوبايلوت، وحتى الويندوز والاوفيس كل الحاجات دي هيبقى جزء اساسي منها الذكاء الاصطناعي، حتى الايميل، فهتلاقي نفسك خلاص تحب تستخدم الايميل. وطبعا جوجل مش بتسكت وبتعمل خدمات مقابله.